Bienvenue à tous sur ma chaîne La séance al-hissa li ta'allum l'oral français min al-bidaya ila l'ihtiraf. Liom ghadi nchoufou le son f. Le son f. Le son huwa sawt, yani chnou kansma'o? Kansma'o f. F. Ou kanchoufou yani fi l-kitaba dialo, ndou jouj dial l-kitabat mokhtalifa. Ndna la lettre f, f ou les deux lettres li huma p ou h. P ou H, حتى هما كيتقراو ف ف ف ou le son ف. ناخذوا الان هاد لي سيلاب اللي غادي نقراوهم. فهنا عندنا لا لتر F و هنا PH ف ف. غادي نقراوهم مع هاد لي فوايل. عندنا A O I U E. A O I U E. E U I O A. F A. F A. Fa. Fa. F O. Fo. Fo. F I. Fi. Fi. F U. Fu. Fu. Rdou l'bal ma had jouj de les voyelles. Plutôt tlata de les voyelles. I. U. E, bzef di en nes il kafi hum mouchkil f la prononciation yani f notk. Fi, fu, fi, fu. F, E, fe, fe. Aoudou maya. Fi, fu, fe. Fe, fu, fi, fo, fa. Numéro l'an, PH. PH, f. PH, yani f, a, fa. Fa, fa, fo, ma o, ph ma o, fo, fo. Fait qu'il m'a qu'à l'achat, on a une note. Fo, fo, fa, fa. Ph ma i, fi, fi, fi. Ph ma u, fu, fu. Ph ma e. Feu, feu. Fa, fa, fo, fo. Fi, fi. Fu, fu, feu, feu. Feu, fu, fi, fo, fa. Fa, fi, fu, feu, fu, fo, fa, fa. Fo, fi, fu, feu. نمروا الان لقراءه بعض الكلمات اللي تنكتبوهم ب اف ولا بي اش. دو كافي. دو كافي بعض القهوه. كافي هي القهوه. دو كافي فهنا كافي كتكتب ب اف ماشي بي اش. اون فورمي. اون فورمي نمله. فورمي. دو لا فارين. F A fa. De la farine. De la farine yani ad-daqiq. Le fils. Le fils. Ibn. Le fils. Fahna F I fi. F A fa. F U fu. F E fe. Un œuf. Un œuf. Baydatun. Un œuf. Neuf. فهنا تقريبا نفس النطق حيت هنا كنديرو لا ليازون. ان نوف وهنايا نوف. ان نوف بيضه. نوف كتعني جديد. ان نوف بيضه. نوف جديد اللي كتكتب بان وما فيهاش او. ردوا البال كتابه الكلمات. جي سواف. جي سواف انا عطشان. جي سواف فهنا سواف كتكتب باف. فهنايا كيف ما لاحظتوا اف كتجي ا لا فان يعني في اخر الكلمه. نمروا الان لبعض الكلمات اللي كتكتبوا ب بي اش. قبل ما نقراو الكلمات اللي فيهم بي اش فهنا نوف كتعني ايضا تسعة. لو نومبر 9 الرقم 9. لو تيليفون. لو تيليفون الهاتف. فهنا تيليفون كتكتب بي اش. ان اليفون. Un éléphant. Un éléphant. Fil. Un phoque. Un phoque. Hier le phoque.
un phoque, phoque maton. Une photo, une photo, une photo, sourate. فهنا غادي تطرحوا لي السؤال فوقاش تنكتبوا اف وفوقاش تنكتبوا بي اش. فما كايناش قاعده وكنصحكم انكم ديروا لا ديكتا يعني الاملاء تقلبوا على كلمات اللي كتكتبوا باف وتقلبوا على كلمات ايضا اللي كتكتبوا بي اش وتحاولوا الكتابه ديالهم بزاف ديال المرات وتستعملوهم ايضا في الحياه ديالكم اليوميه باش تفرقوا وتعرفوا مزيان شنو هما الكلمات اللي كتكتبوا باف وشنو هما الكلمات اللي كتكتبوا ب PH. هاد الطريقة لا ديكتير غادي تساعدكم بزاف. الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك, تنشروا القناة مع اصحابكم ومع الناس اللي بغين يتعلموا اللغة الفرنسية. ما تنساوش ايضا تدخلوا لاباج والجروب ديالي فيسبوك اللي سميتو لا سيونس الحصة فحال الاسم ديال القناة. ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.